النهارده عندي زيتون او رز بالزيتون والليمون. عندي رز بسمتي والاحمضاني، زيتون اسود، زيتون اخضر، طماطم، ليمون مخلل، مرق، وعندي بصل وتوم وبقدونس وورق لورا وحبان قرفه، زنجبيل، ملح وفلفل، وزيت عباد الشمس كريستال. عندي هنا توم وبصل، عايز اجرشهم، مفرومهمش قوي. كده عندي الكرفس اهو، ده الزيتون. اوعي تحطي ملح هنا. ادي الجنزبيل او زنجبيل، ادي القرفه، ورق لورا وحبهان كده. اصحى معايا وركز.